هلو everybody، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ياسين شغب. كما تشوفوا البداية كانت بتعليقاتكم، ثم تعليقات إيجابية ثم تعليقات سلبية. حاب نشكر الناس الكل اللي دعمتني واللي دزت معايا، كيف اللي كتبوا تعليقات سلبية نحب نقدم تحية كبيرة لمصر عليه ونوصل لهم ياسين شغب بجبل وجبل ما يهزو ريح. وكالعادة البداية بسكون بقائدك لان شغب صفين ب 14500 لايك، شغب تيرانوب كدي 4.13 وهيد شوت 43. وشكون ما يعرفش التيرانو؟ الان الاسطورة انسو شغب نيفو 70، عنده كدي 5.03 وهيد شوت 56.72. الاسطورة التالية بيج هيت شغب ب 17600 لايك، نيفو 73، عنده كدي 3.63 وهيد شوت 83%. تبركلت في الديو 3 كدي و 68.77، وفي السولو 4.53 كدي والهيد شوت 78. عداو للأسطورة الموالية ام دي شغب نيفو 75 ب 12000 لايك، اللي تتكلم عداهم عنده كدي في السكواد 3.53 والهيد شوت 63%. نعم نطلع للديو 3.23 كدي و 65% هيد شوت، نزيدو كملو نعملو طلة أخرى على السولو، عنده كدي 5.43 و 77.63 هيد شوت. جي جي برو. الأسطورة التالية أنور شغب نيفو 65 ب 13000 لايك، عنده كدي 3.10 وهيد شوت 73.89% ب 2552 طرح. الأسطورة التالية الريكون شغب، أكبر سارق كيليات في شمال شرق إفريقيا ب 16272 لايك، نيفو 74، عنده كدي 5.09 و 43.77، نشوف الديو كدي 6.16 و 42 هيد شوت. وكيما تلاحظوا مذرح كريستيانو رونالدو. إن مع الأسطورة المغاربية هاجدي أو شغب نيفو 75 13989 لايك، كدي 4 وهيد شوت 71. ننتقلوا للأسطورة الموالية الروسي شغب نيفو 74 17494 لايك، اللي تتكل ما شاء الله الكدي عنده 3.35 والهيد شوت عنده 65.59، في الديو كدي 32 وهيد شوت 80%. الأسطورة الموالية كيبلر شغب 9966 لايك، النيفو 70، اللي تتكل أم عديهم عنده كدي 3.31 وهيد شوت 63.13. نعم نطلع عسلو لعب 6 طراح، عنده كدي 13.68% هيد شوت. كدبرة شغب ابنيفو 63 7086 لايك، عنده كدي 2.72 وهيد شوت 60، في سكواد في الديو عنده كدي 2.70 وهيد شوت 64. تاتسومي شغب ابنيفو 73 14954 لايك، عنده كدي في سكواد 2.67 وهيد شوت 75.94، في ديو عنده 2.27 وهيد شوت 44.88. الأسطورة الموالية شلت شغب نيفو 70 14553 لايك، إني شغب صفين عنده كدي 43 هيد شوت 66، في ديو عنده كدي 2 هيد شوت 60، وفي السولو عنده كدي 2.82 وهيد شوت 58. جي جي يا شلت. تيتا شغب أو تيتا نيك شغب نيفو 71 10617 لايك، عنده كدي سكواد 3.56 وهيد شوت 64.16%. والأسطورة التالية صفين شغب نيفو 70 16000 لايك، أكثر إنسان يعيط في السكواد، عنده كدي 3.63 وهيد شوت 55.48%. والآن مع الأسطورة التالية الدكاكي شغب نيفو 73 19019 لايك، عنده كدي 3.22 وهيد شوت 57.33. والآن أسطورة الأردن جات أس شغب نيفو 67 7611 لايك، عنده كدي 3.05 وهيد شوت 60.48. الأسطورة الموالية الدولة شغب 69 3911 لايك، نيفو 65، عنده كدي 2.42 وهيد شوت 61. سايتاما شغب ملك التومسون أسطورة الهيد شوت ومدمر السكوادات في البثوث المباشرة بكدي 2.68 و 59% هيد شوت. شوف الديو عنده 3.44 كدي و 59% هيد شوت، وفي الثلوث 4.72 كدي و 62% هيد شوت. الريوك شغب 7328 لايك، نيفو 69، عنده كدي في السكواد 83 وهيد شوت 52.45. الأسطورة التالية بنيفو 67 شاركوش شغب 7051 لايك، عنده كدي 3.23 وهيد شوت 56.33. جارة 999 شغب نيفو 68 9000 لايك، عنده كدي 4 وهيد شوت 54.37. الأسطورة التالية ريد اف اف شغب نيفو 68 7449 لايك، عنده كدي 2.09 وهيد شوت 70.80. فادي شغب نيفو 61 4201 لايك، عنده كدي 2.78 وهيد شوت 63.11.
الأسطورة التالية إيفل الشخب نيفو 72 13 نيل فلايك عنده كدي 3-0-9 وهيت شوت 53.10. القعقاع شخب نيفو 75 13 نيل 220 لايك اللي نتذكر كل تبارك اللي أمعديهم كدي 93 وهيت شوت 46.69. ولع شخب نيفو 76 20 نيل 927 لايك عنده كدي 2-47 وهيت شوت 46%. والآن الأسطورة المغربية لما حيا شغب ب 13683 لايك نيفو 69 عنده كدي 3-26 وهيت شوت 41.46. وختامها مع الجميلة مامي شغب نيفو 65 8509 لايك عندها كدي 3 والهيت شوت 50.29%. ولهنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم الجزء الثاني في استعراض حسابات كلان شغب. هذه كانت كلان شغب صفوين، كما الناس الكل تعرفوا عنا شغب ريان وشغب صفين، معنا شغب واحد معنا شغب اثنين، عنا شغب ريان وشغب صفين، نفس القوانين نفس القواعد نفس الشروط كدي 3 وهيت شوت 50 وروم تيست.